النهارده بقى لنا فتره في رواق في السوق، وخصوصا العربيات الاقتصاديه اللي هي اقل من ما بين 80,000 لغايه 120,000. العربيات دي فيها رواج عالي، وخصوصا ان السعر ده بيبقى في متناول فئه كبيره من الشباب والبنات والفئه العائليه. حاليا نفس السعر ده. الرواج ده ليه اسباب، يعني اسبابه اولا في مؤشرات كبيره ان الزيرو بينزل، فبالتالي في تناسب ما بين سعر الزيرو وسعر المستعمل، ففي نزول. دخولك على السنه الجديده برضه بيخلي سعر العربيه ينزل، وخصوصا انها ايه هتقدم سنه، ده برضك بيخلي في نزول في السعر. زائد برضك في تجار كتير ابتدت تتخلى عن ربحيتها العاليه في سعر العربيات. ده موجود. لو لقينا لو بصينا برضك على سعر الزبون اللي هو بيبيع من زبون لزبون، هتلاقي السعر متدني، يعني متدني جدا عكس التاجر. التاجر ده بيعتبر وسيط، الوسيط ده بيحط النسبة عليه، ودي المشكلة في ان الوسيط لو موجود بيحط نسبة عالية لنفسه. للسنة الجديدة يعني انا اتوقع ان السعر المستعمل هينزل تاني عن دلوقتي، بسبب ان الزيرو نازل اكتر من 15%. لو احنا قلنا نستنى، هو في خلي بالك البيع والشراء، انا لما وانا عايز عربيه في نسبه كبيره من انا ما بقدرش استنى، بس هو لو لقى عربيه لقطه بيخلص فيها، يعني ما بيستناش يستنى، ما بيرتبطش. يعني في ناس كتير جدا ولا يهمها اول سنه ولا اخر سنه، هو عايز يشتري عربيه النهارده بيشتريها النهارده. بالنسبه لسوق المستعمل بالذات، لكن الموضوع ده بيفرق مع العربيات الزيرو. لكن المستعمل بردك ما بينزلش النزوله اللي هو اللي بيتوقعها عند نزول الزيرو. يعني في خطوات شراء وفي تحذيرات من الشراء. هنبتدي الاول بالتحذيرات. التحذيرات اول حاجه لما باجي اختار عربيه، ما وريش للزبون اللي انا راح اشتري منه العربيه ان انا متلهف قوي على العربيه دي. يعني لو هو حس ان انا متلهف قوي على العربيه دي، فبيبتدي يعلي زي ما يقول ايه بالبلدي كده، بيبيع ويشتري فيها. الخطوه الثانيه لما باجي انقي عربيه، انا جاي من البيت عايز عربيه بعينها، ببقى مذاكرها كويس. ليه؟ في موديلات ممكن ما بين السنه والسنه تلاقي العربيه نفس مكتوبه في الرخصه مثلا 2011 وهي اساسا 2010. في فروق بتبقى جوه الصالون كبيره جدا، فالمفروض ان انا لو انا بشتري 2011 وهي 2010، ففرق السعر بيبقى كبير. خطوات البيع بقى، ان انا عايز اشتري عربيه، اول حاجه بمسك الرخصه بتاعه العربيه. العربيه دي خلاص انا هختارها، بمسك الرخصه، بطابق الرخصه الموتور والشاسيه بالعربيه، تمام، لقيتها سليمه اكمل. في حاجه اسمها كف بحث، يعني بمسك الرخصه دي بسال في المرور بيقول لي العربيه دي تاريخها ايه. اطمنت العربيه. الخطوه الثالثه اللي هي بعمل عقد ابتدائي ما بينه وما بينه، بديله طبعا فلوس ببقي جزء. العقد الابتدائي ده بيقول له ان انا استلمت العربيه ساعه كذا، مهمه جدا. استلمت العربيه، بعد ما استلمت العربيه بتوجه بقى لاي شهر عقاري قريب، وخصوصا هو داخل السوق برضك، بعمل عقد بيع مش توكيل. افضل نقلت الملكيه وخلصت العربيه، بديله بقيه فلوسه، وهي دي خطوات البيع.